هي كانت يعني كانت خيمه عليه. شلون؟ اي كان ما حد يقدر يحكي وياي، ما حد هسه من يحكي؟ لا يعني من ماتت الحجيه اخويا الكبير قال ما تبقى بالبيت. ليش؟ قال ما تبقى بعد بالبيت، امك وراحت بعد شو عندك باقي؟ ما هو يعني مثل ما هي امك هي امك. هي لا اخويا الكبير من ابوي. من ابوك؟ قعدت من البيت. اني 2021 22 ب 23 جت الايجار. انا سنتين بالشارع. بالشارع؟ اي. لان انا عمري صغير وما قبلوني. كم ولد؟ 68. شباب مو قلك شباب ما تصدقني. الله يخليك. بقيت بالشارع. زين. بقيت يعني تحملت صيف وشتاء ومطر حيل تبهذلت. انا ما اقول لك الدم. لا الله يخليك، انا مو قلت لك من الحجيه شويه اسفت عليها. يعني كنت الظاهر مو راح تحجي. الله يرحم والديك، وانا انضربت بالطائفيه. انضربت؟ كل شيء ما حصلت. طيب انا اردت اسالك عن يعني سبب هذا الاعاقه. انا بالطائفيه. بال 2006. 2006. 2008 2006. وقدمت على موظف على الارهاب. وكيف ما عندي فلوس ما مشوا لي اياها، الدعوه عندي كامله. زين ومحامين رادوا فلوس وما عندي، وبالتالي عفتها هيست لا عندي رعايه. هسه عندك لا والله ما عندي. اي ما عندي رعايه. لا 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 ما عندي والله، اخذ 60,000 بالشهر وكل ثلاث اشهر اربع اشهر يعطونا اياها. زين والدائن منا ومنا، اليوم انا داين فلوس رحت زين. اي والله زين. ما خدمات هواي. جماعه ما مقصره. طيب. لا الاستاذ عباس، لا الباحثين. يعني كلهم زين، لا المدير العام استاذ مظفر. يعني كلهم زين، الموظفين على الاطلاق كلها زين. من عمال هالموظفين. طيب. كلهم والله زينين، مدارة احسن مدارة. اكل احسن اكل. وما يخلينا معايزين بكل شيء. زين الحمد لله. طيب انا استوقفني فد امر. نعم. انه انت قلت اخويا طردني، قال لي بما انه امك راحت بعد ماكو داعي انت تبقى. طيب ما انت لك ورث ووالدك يعني نفس ما والدك هو والده، ليش عارف متوفي لكن الورث يعني انت غير تورث عندك ورث؟ ليش طردت؟ ليش تنازلت؟ قلت انا وين اروح يعني انا وياهم؟ من كانت الحجية؟ من كانت الحجية؟ قلت لهم ماني متنازل، وقعت لهم يعني وقلت لهم متنازل كل شيء مالي. بحسنية طلعت؟ اي اي لا حد جبرني ولا انا من رضا. زين انا طلعت تنازلت لهم قلت لهم مالي توفت الحجية. تنازلت وبالتالي طردك؟ لا لا راحوا العالم وهذا قال لهم ما يطب البيت. قال لهم انت شو بعيد؟ قلت لك انا سنتين بالشارع ونايم يعني العالم. وين نايم؟ بالشارع. يعني بالشارع؟ بالشارع على الرصيف. على الرصيف؟ ايه. الله وكيلك على الرصيف. سنتين والعالم تجيب لي اكل وتعطيني انا اقول لك تعطيني مصرف وتجيبوا لي جقايل تجيبوا لي عدة. زين والحمد لله والشكر. الحمد لله. جيت لهنا محافظه استثناء. يعني استثناء. عايش غزال مساري سويت لها استثنتني يعني سويت استثناء. استثناء اجيب الدار لان انا عمري صغير طبيت الدار انا عمري 50 سنه. زين يعني انا اصغر واحد بيهم بالدار والحمد لله والشكر. بس تذكرت لي قبل شويه قلت اني يعني حتى لا اطف عليك الجو قلت انا زين زينت. اي طيب انت تقول فاتني القطار ليش دور زيان وهاي روحك شبابيه تجنن؟ لا بعد امر وراح قلت لك هذه مو راحت الحجيه كنت ظهري. انا بلي كانت بلي امي ما اقدر. انا والدتي كسرت ظهري مو راحت راح كل شيء وياها. يعني يست من الدنيا كلها. الحمد لله وشكر على كل حال. قلت لك انا عندي دعوه مال موظف على الارهاب ذيك عندي وياها موجوده بالديلان. ومال مركز قلت لك المحامين رادوا فلوس ما عندي والدوائر اللي راجعها كلها تجي فلوس 55
بال 55 رحت ما مشهور زين دا واحد يشمرني على دائرة كله ان شاء الله. يعني بعد ما يعني ما اروح وارجع مراجعات وهاي واقوم ادين كرا وتاكسيات وكل شيء ما حصل ان شاء الله بالدار يلبوا لك هذا الموضوع ويمشوا لك هذا الامر. ما اقول لك مو يمنا يعني انت ما ضحى الارهاب مو يمنا يعني يمنا انا اروح يعني مناشدة لضحايا الارهاب هنا الحجي او الشاب من ضحايا الارهاب عينكم علي الدنيا مأذيته رحيل والدته مأذي جدا فنتمنى انه تسمعون الحجي ما عمل ما ضحايا الارهاب كل شيء ما رجع يعني يطلع لي هم تعويض يطلع لي وهم يطلع لي الراتب شويه زين بس ماكو هاي ما الدعوه هيك يعدي إذا طلع لك راتب إن شاء الله وتلبت المناشدة تتزوج؟ لا تتزوج راتب؟ لا أحد مصرف جيب أخلي بس مصرف أي وطلع ثواب لهم هاي شو تسوي؟ أسوي ثواب لهم 50 سنة وما ناسي ولدك أنا ما أرضى بك شيء ما تحمل لا والله ما تحمل يعني ما انسى كل دقيقة ترى علي كلها قاعد دور الصبح قاعد تغنى موقف وياه والله اشكال مواقف هو موقف ما يعني ابطل شيء قلت لي تليفون قلت لي اخذت راتب جابت لي تليفون عشان ما عندي تليفون صار لي خمس اشهر الحمد لله الحمد لله يعني مو على التليفون ولا على شيء بس مواقفه يعني الوالده صعبه بارك فيك ان شاء الله رحم الله والديك قلت لك انا بس اسوي هاي ارتاح شكرا رحم الله والديك يعني خاف شوي ازعجك الله يخليك يعطيني بواسك